أنا أخاف من الحرب لأن هؤلاء المقاتلين يستطيعون المجيء وقتل أمك وأبيك. أمي لا معلومات عنها، لا أعلم أين هي. كان هناك إطلاق رصاص كثيف، أيقظتني أمي قائلة إنه يجب الذهاب، وحين وصلنا إلى وسط ماسيزي كان هناك الكثير من الناس. حين يجدك هؤلاء الناس في دارك يأخذون كل ما تملكه، وإن كنت سيء الحظ يمزقون جسدك ويقطعونه إربا إربا بواسطة سكين. وفي لحظة ما ونحن في وسط ماسيزي لم أعد أرى أمي. قصة إيستا تشبه قصة أنطوان وقصص عشرات الآلاف من الأولاد في شمال كيفو، إحدى مقاطعات جمهورية كونغو الديمقراطية، حيث المعارك فيها منذ 20 عاما. أنطوان وإيستا نزحا كغيرهما من سكان المنطقة الذين يعيشون في مخيم كالينغا في وسط إقليم ماسيزي. لقد خسرا كل شيء، لكن هذا العام عادا إلى مقاعد الدراسة بفضل مبادرة الاتحاد الأوروبي لأطفال السلام. من جهته المجلس النرويجي للاجئين يسعى لإعادة الأولاد النازحين إلى المدرسة بهدف الحد من تهديدات المعارك الدائرة وحمايتهم من المجموعات المسلحة في المنطقة. الأولاد هم غالباً هدفاً للعديد من المجموعات المسلحة والمخاطر الأساسية التي تواجههم هي تجنيدهم، كما يمكن استغلالهم في الأعمال المنزلية كما الأعمال العسكرية والزج بهم في الصراع الدائر. وبالنسبة للفتيات فإنهن عرضة للعبودية الجنسية. كنت أقوم بالتجارة، لكنني تساءلت هل لأن أبي وأمي قد توفيا يجب الاستمرار بهذه التجارة الصغيرة طيلة حياتي؟ لكن حين رأيت الآخرين يذهبون إلى المدرسة صممت على الذهاب إليها أيضا. توقفت عن الدراسة مدة عامين، فوالدي لا يملكان ما يكفي من المال. خلال هذه الفترة كنت أبحث عن الحطب لتدفئتي، أبيعه لأجني المال من أجل عائلتي. حياتي كانت حقا صعبة. كما تضررت ودمرت 500 مدرسة في المنطقة العام الماضي، دمرت مدرسة نيما الابتدائية التي التحق بها أنطوان وإيستا، وقد وفر الاتحاد الأوروبي من جائزة نوبل للسلام المال لإعادة بنائها، وهي تضم اليوم أكثر من 600 تلميذ، كما التحق بها 400 آخرون لم يذهبوا سابقا إلى المدرسة بعد أن قام المجلس النرويجي للاجئين بتعليمهم كي يتمكنوا من متابعة الدروس مع رفاقهم.
لقد تسجلت في هذه المدرسة لأنني أردت أن تتغير حياتي. في مخيم لوشيبيري غير البعيد عن مخيم كالينجا مساحة آمنة لكي يلعب الأولاد، لكن لم يحظى بهذه الفرصة سوى أقل من نصف عدد أطفال المخيمات، والسبب هو أن المؤسسات المانحة لا تستطيع تغطية تعليمهم جميعاً، والأهالي صاحبهم الفقر والعوز.